بلادي يا بعد عمري، بلادي يا موطن عزتي وفخري، إماراتي وفديت اسمك وسمن حق على صدري. السلام نور، الله كريم عليك وعلى جميع الأمة الإسلامية وعلى الجميع يا رب. أولا فيك تخبرنا أستاذ أنور شحاتة مين بيكون أنور، كيف كانت بداياتك العملية؟ والله أنا بداياتي العملية كانت بمصر. يعني أنا يمكن يعني السن أنشأت في مصر. في مصر أنا من سن يعني 22 وأنا بشتغل لحسابي الخاص. يعني بدأت صغير بس ابتديت شوية شوية. جيت هنا الإمارات 2004 زيارة. طبعا عجبني الجو الإمارات. الله فرجات عندي إن أنا عايز أرجع، بس أرجع إن أنا أعمل شغل بزنس. رجعت 2007 زيارة، فتحت الشركة، كنت آخر 2007 فتحت الشركة وعملت فيز او ثلاث اربع فيز على العمال وسافرت تاني ورجعت اول 2008. يعني ابتديت بشركه صغيره. ابتديت بشركه صغيره ورجعت 2008 ابتديت بقى ان انا افتح المقر واجيب عمال وابتديت اشتغل. ابتدينا نشتغل من 2008 يعني ناخد مشاريع على قدنا صغيره سب كونتراكتور ماشي، وشويه بشويه لما ابتدينا ناخد شغل كامل توريد وتركيب، يعني بنشتري الخامات وبنركب ماشي، ومن مشاريع صغيره مشاريع كبيره، من كفاله صغيره من كفاله كبيره. ولما بتشتري الخامات بتشتريهم من برا ولا من الامارات محلي؟ لا من الامارات بس. من شركات كبيره ومعتمده. ماشي. اتعاملت يعني مع شركات مع شركات زي الوصيف زي الجيميني كانت شركات كبيره يعني معروفة. فدي شركات اصلا احنا حتى هناك معروفين، يعني حتى بنشتغل معاهم كريدت يعني على حسب مواعيد الشيكات بندفع. في انت اهم حاجه عند الصيد، احنا شغلنا كله صيد. يعني المكتب مهندس كورتير اوراق يعني فواتير، انما الشغل احنا لينا كل صيد لينا فيه مكتب، لان الصيد بيبقى رسومات، احنا كل شغلنا رسومات ماشي. ففي مهندس في الصيد ماشي مسؤول عن الصيد، وفي فورمان موجود في الصيد ماشي، والصناعيه والهلبريه والراجل الصف يعني. وفي عندي شركات صف كونتراكتور بتاخد مني، يعني انا في شركات تاخد مني صف كونتراكتور ماشي. فكله ده نظام شغلنا يعني. طيب انت عندك موظفين من برا ولا انا؟ لا عندي كفالتي وعندي صف كونتراكتور اللي الشركات بتاخد مني بعقد من الباطن. يعني في شركات تاخد مني انا، تاخد مني شغل من الباطن غير عمالي. بس لان عمال عشان ما بيكفوش الشغل حجم الشغل، فبضطر بعض الشركات من بره. بص
بص، اهم شيء اي مستثمر رقم واحد يدور على المكان الامن. ليه؟ عشان يقدر بيطمن على نفسه على فلوسه فيه. لو مش امن، سوري، ما احنا صعب ان انت تتواجد في المكان غير امن. فالمكان هنا طبعا امن، وده راجع للشيوخ، الشيخ خليفه والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد يعني، والشرطه يعني. هنا الامن راح يعني مية مية. وبننتهز اكيد، وننتهز الفرصه برضو بنقول مبروك للشيخ حميد والشيخ احمد والشيخ مكتوم على ان هم يعني على جوازهم يعني، ربنا يتمم لهم بخير يعني. طيب، فيك تقدم رساله شكر للشيوخ وحكام الامارات على هذه؟ والله نقول لهم مبارك، عيد مبارك ورمضان كريم، وان شاء الله يطول في عمرهم وكمان يزيدونا، وهو ده نسمينه عام التسامح، ويزيدهم زياده كمان وكمان. والله يرحم الشيخ زايد، طبعا هم كمان بيكملوا المسيره يعني. اكيد. الله يحفظهم يا رب. يا رب. فيك تقدم رساله شكر لانسان عزيز عليك او انسان ساعدك في حياتك المهنيه لبين وصلت لهذا الطموح؟ والله رساله الشكر لوالدي ووالدتي واخواتي.